مساء الخير لك المتابعين على روتانا خليجية، معكم عرب وود، وإليكم في البداية العناوين. كارول اسمها أعلنتها صراحة، إليسا إنسانة متسلطة. لماذا قام والد جينيفر لورنس بتأنيبها؟ من هو الموسيقي الذي دق قلب كاميرون دياز له؟ وأيضا رح نتابع في عرب وود اليوم. مع احترامي الشديد للفنان الكبير هاني شاكر، طبعا أنا ضد اعتراضه. قال الفنان حسين الجسمي إنه بحث من فترة عن أغنية يقدمها للشارع المصري، لذلك فرح لما اتصل الشاعر أيمن بهجة أمر وسمعها كلمات أغنية بشرة خير، فسجلها فورا لأنها تشجع المصريين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية وتحديد مصيرهم بيدهم. الجسمي علق على مطالبة البعض بمنحه الجنسية المصرية بأن هذا الأمر وسام على صدره كونه نابع من محبة الجمهور المصري له. والسيناوي والمحلة واللي مية مية والنوبل جمال، ما توشيش السويسة الدنيا هايصة كده كده، والاسمع اللوية يا بكات والعيدة، كلمني عالشرق واحنا ويا بعض اقوى، واحنا ويا بعض اقوى واملنا كبير. حضرت كاميرا عرب وود العرض الخاص لفيلم الدساس، التفاصيل في التقرير التالي. اهلا بيكم في بيت حسن. البيت الملعون. انا عارف ايه اللي بيدور في دماغكم كلكم دلوقتي حالا. أقيم العرض الخاص لفيلم الدساس الذي يدور في إطار كوميدي حول مجموعة من الشباب الذين يتعرضون لمواقف مرعبة أثناء تواجدهم في أحد المنازل. الفيلم من تأليف هشام يحيى وإخراج هاني حمدي، ومن بطولة لطفي لبيب وإيمان السيد ومحمد يونس وبيومي فؤاد وأحمد فتحي ومحمد نشأت وثروة سعيد وسارة عادل ومجموعة من ضيوف الشرف. فيلم رعب كوميدي، هو كوميدي أكتر، يعني هو في رعب بس بضحك أكتر. بيتكلم عن واحد كان زمان وحصل خناقه بينه وبين عيله وعايز يرجع يقضي على بقيه العيله علشان هو بيكرههم لان هم اذوه حرقوا له وش حاجات كده يعني. بس انا بعمل دور بنت اسمها ياسمين، بنت دي في كليه فنون جميله وبترسم وروشه شويه كده، بس ما بتصدقش في العفاريت وما بتخافش، يعني ما بتخافش او ما بتخافش قوي، ما بس لازم تشوف حاجه بعينيها عشان تصدق ان هي موجوده. بس فهي كانت في الفيلم بتمثل منطقه العقل شويه والجد شويه وبتوقفهم عند حدهم شويه. بعمل شخصيه شريف، هو مؤلف افلام رعب، شخصيته جوه الفيلم كده. وعايز اقول عن فيلم الدساس انه تجربه مهمه جدا لينا كلنا كمجموعه من الشباب كجيل كامل. يعني احنا النهارده بنقدم سينما، بنحاول ان احنا نقدم سينما محترمه، سينما نظيفه، سينما بتحترم عقل وثقافه المشاهد المصري والمشاهد العربي بصفه عامه. احنا النهارده يا جماعه عايزين نبعد كل البعد عن انواع الابتذال والاسفاف والثقافات اللي اتفرضت علينا في الفتره اللي فاتت ديت، وحاجات لا تمت لينا بصله. احنا النهارده بنقدم سينما وبنقول ان احنا عنوان لجيل ان شاء الله باذن الله هيعمل سينما نظيفه وسينما محترمه باذن واحد احد. وقع عليهم الاختيار هم الاربعه دول: حماده الرويح، شريف، ياسمين، جابر منصور. اتقتل وبعدها بيومين ثلاثه. انا بعمل دور جابر، واحد من الاربعه الابطال اللي بيخش جوه البيت وبيحصل معاهم الفراقات. هو اصلا مدرب كمال اجسام فمش باين طبعا، ودي هنتفرج عليها جوه. لكن واحد من اللي بيجي لهم الرساله عشان يخشوا ويخوضوا جوه تجربه بيت الدساس. احنا تجربه قويه، تجربه فيها انتاج جديد على السينما المصريه، فيها تحدي كبير من مجموعه شباب بالاضافه لمجموعه نجوم كبار شاركونا في العمل: دكتوره نائله عماره، لطفي لبيب، ايمان السيد، عمرو مصطفى، طبعا الفنانه الكبيره زينه النجمه. مجموعه كبيره قوي، عملنا توليفه بنحاول نغير شكل جديد. ما بحبش الكلام الكبير بس احنا بنحاول نخلق لنفسنا واقع جديد، الواقع الجديد زي اللي مصر كلها بتخلقه لنفسها بعد 30 يونيو، فاحنا بنحاول كمان نخلق واقع للسينما المصريه. نتمنى ان انتم تساعدونا فيه علشان نقدر نقدم حاجه ولو تعبر عن تنوع الذوق المصري. حماده الرايح، واحد من الاربعه اللي بيتزنقوا في القصر، مش هقول اكتر من كده. الدساس شخص كفيلم اتعرض طبعا لمشاكل مع الرقابه،
أثير حواليه بعض الحاجات الكوميدية جدا، أنه فيلم يتعرض لجماعة الإخوان المسلمين وبالتالي دي قضية سياسية، وعشان نمنح ترخيص لفيلم سياسي في الوقت الحالي فإحنا محتاجين نتفرج على الفيلم أكتر من مرة، فطبعا موضوع كوميدي جدا يعني. لكن طبعا في النهاية قدرنا نتغلب على كل الصعاب والفيلم خد موافقاته الحمد لله، وموجود دلوقتي الحمد لله في العرض الخاص. أنا بعمل شخصية حسن الدساس، الشخصية المحورية في العمل اللي بتكون هي سبب كل المشاكل لكل الأبطال اللي موجودين في الفيلم، هو اللي بيكون الأشباح اللي موجودة. شخصية بتختفي في ظروف غامضة زي شخصيات كتير جات وكونت أحزاب وكونت ناس كتير قوي ثم اختفت، وممكن تكون ماتت، ممكن تكون ماتت بس عاشت وفضلت موجودة بأفكارها، فده اللي موجود جوه الفيلم. الشخصية اختفت ثم ظهرت ومعها أشباح كتير جدا، والأشباح دي عمالة تطاردنا وعمالة تطارد الأبطال جوه الفيلم، بس بنشوف الكلام ده بشكل كوميدي وفكرة مجنونة مختلف. فأتمنى أنه دي تعجب الناس إن شاء الله بإذن الله، والهدف منه يوصل. Have a nice time. من هو الموسيقي اللي دق الكاميرا دياز له؟ أخبار ممتازة لكاميرون دياز التي يبدو أنها عادت إلى المواعدة، ويقال إنها ارتبطت ببنجي مادن من فريق الروك جود شارلوت. كشفت مصادر أن العلاقة حديثة العهد وهما يمضيان الوقت معا فحسب، وهذا على الأرجح يناسب كاميرون التي سبق وقالت إنها غير متأكدة إن كان أي شخص قادر على الالتزام بشريك واحد. منطق دياز بسيط، كلنا نتمتع بنفس الغرائز كالحيوانات، لكننا نعيش في مجتمع يزرع فينا هذه المفاهيم. نجمة فيلم ذا أذر وومن معروف عنها أنها امرأة عزباء وفخورة بذلك، وبشأن علاقاتها قالت: نقيم علاقات ونتوقع أن يفهم رجل واحد كل ما يتعلق بنا وأن يلبي لنا كل حاجاتنا، هنا يفشل كل شيء. إذن إما بنجي مادن رجل متفاهم جدا، أو أن كاميرون قررت أن تتجاهل آراءها عن العلاقات. مهما كان السبب، نتمنى الحظ والسعادة للثنائي الرائع. أكدت الفنانة كارول سماحة أنها عاشت قصة حب مع زوجها وليد مصطفى 4 سنوات قبل الارتباط. رفض الاتهام اللي يردد البعض بأنه زواج مصلحة. من ناحية أخرى، فتحت كارول النار على الفنانة إليسا بعد اشتعال الحرب الكلامية بينهم، وصف إياها بالمتسلطة بسبب عصبيتها. أعلنت الفنانة ساتين عن إطلاق ألبومها الجديد بعد شهر رمضان، وخلال هذه الفترة راح تصور فيديو كليب لأحد أغنيات الألبوم تحت إدارة المخرجة إنغريد بواب. ألبوم سابين سيضم 13 أغنية مصرية ولبنانية بألوان راقصة ورومانسية وشعبية. شنو هو موضوع الفيلم المقبل للمخرجة كاثرين بيجلو؟ أعلنت المخرجة الحائزة على أوسكار كاثرين بيجلو عن مشروعها الجديد، وهو مقتبس عن كتاب The True American الذي يعالج العلاقة بين الأمريكيين والمهاجرين في تكساس بعد أحداث 9/11. سيكون فيلم بيجلو الثالث حول تداعيات 11 سبتمبر بعد The Hurt Locker و Zero Dark Thirty. ترحب المخرجة المخضرمة بهكذا تحديات. It's complicated. I mean, I think that's inherent with the piece. Yeah. You know, if you're filming about, if your subject matter is incredibly emotionally charged, and yet it is an experiential process to access that emotionally charged subject matter, you know, it creates a complicated situation that I hope is complicated in a good way. بيجلو هي المرأة الأولى التي حصلت على أوسكار أفضل مخرج، وقد أخرجت أداء مميزا من الممثلين، فرشح كل من جيريمي رانر وجيسيكا تشاستين للأوسكار في فيلميها الأخيرين، وسترى ماذا تستطيع أن تفعل مع نجم إنسبشن توم هاردي. فاصل الأول ونرجع نكمل حلقتنا من عرب. قال مقربون إنه بالرغم من كونها قرة عينه، أخبرها بأن هذه ليست أول مرة تنحرف فيها ممثلة موهوبة عن الطريق الصحيح.
قال الفنان عمرو مصطفى أن تغيرات سلبية طرأت على المجتمع المصري نتيجة مجموعة من الأشخاص اللي احتكروا السينما المصرية على مدى السنوات العشر الأخيرة. مصطفى وصفهم بفاقدي الهوية المصرية مطالبا بمحاسبتهم لأنهم على حد تعبيره فساد مصر الحقيقي، مشددا على أنه امتنع عن فعل بعض الأشياء السلبية منذ أن أصبح قدوة مثل ارتداء السلاسل. استأنف الفنان فتحي عبد الوهاب تصوير مشاهده في مسلسل الحكر بعد توقف عام عن التصوير، ومن المفترض الانتهاء من خلال 10 أيام بعد توفير السيولة المالية. مسلسل الحكر من بطولة فتحي عبد الوهاب وأحمد بدير وهنا شيحة، ويقدم فتحي في المسلسل شخصية عبادة اللي يعمل دليفري بأحد المطاعم حيث يسعى للخروج من واقعه وحياته البائسة. رح نتوقف الحين مع أبرز الأفلام اللي نجحت وفشلت فيها الممثلة تشارليز تيرون. لا شك أبدا في النجاح الذي حققته الممثلة الرائعة تشارليز تيرون خلال مسيرتها، فقد فازت بجولدن جلوب عام 2004 عن دورها في فيلم الدراما مونستر، كما وكانت أول ممثلة من جنوب أفريقيا تفوز بجائزة أوسكار في إحدى فئات التمثيل الأهم. وتكاد تكون معدومة المرات التي فشلت فيها تيرون، ذلك أن معظم أفلامها لاقت انتقادات إيجابية وهي لم تترشح لجائزة التوت الذهبية، إلا أن فيلمي باتل إن سياتل و The Astronaut's Wife قد تكبدا خسائر كثيرة على شباك التذاكر. لحسن حظها لم تشهد إلا فشلاً واحداً، فبعد أن ظهرت في أفلام ناجحة كـ The Devil's Advocate، The Italian Job و The Road، يمكن القول إن نجاحات تشارليز تفوق فشلها. وقفة أولى مع صفحة الأخبار المنوعة بنتابعها مع بعض. تحمل زويد شانيل اسماً يصعب لفظه كما يصعب تذكره، مع أن الممثلة لم تفز بأي جائزة كبرى، فقد لعبت دور البطولة في 500 Days of Summer وظهرت إلى جانب جيم كاري في Yes Man. لا تجسد شانيل أي شخصية وحسب، بل تعيشها بالكامل. قد لا يولد اسم فرانسيس ماكدورماند رنيناً طناناً، لكن هذه الممثلة فازت بأوسكار عن دورها في فارغو عام 96، ولم يكتفي الأخوان كوين بهذا، فقبل بضع سنوات جعلها تظهر في فيلمهما Burn After Reading. كان لروبن رايت اسم مألوف أكثر عندما تزوجت الممثل شون بان، لكن بعد فراقهما ما عاد اسمها يولد ذلك الصدى عبر هوليوود كما كان في السابق. ومع أنها ظهرت في أفلام ناجحة كفورست جامب، The Private Lives of Pippa Lee، Message in a Bottle وبولف، عندما نسألها عن أدائها تقول بصراحة: But I'm watching myself just going oh, most of the time. من زويد شانيل المميزة إلى روبن رايت الصادقة ونجمة نورث كونتري فرانسيس ماكدورماند، نحن واثقون من أنه في أحد الأيام ستحصل هذه النجمات على التقدير الذي يستحققنه. So what are we doing here? It's not working. You gotta go. I'm taking my client list. Is that Jerry Maguire? I'm taking my art list. I got to get away from you. Get away. I'm coming back for that. في الدراما الموسيقية بيجن أجان تلعب كيرا نايتلي دور مغنية وكاتبة أغاني تتعاون مع خبير في مجال الموسيقى تريد من عمله مارك رافالو. I'm just tagging along. Babe, we need to talk. So, this is a new song for anyone who's ever been alone in the city. So you find yourself at the subway. You realize it's the end of the line. I was having a nervous breakdown and then I heard your song. Let's record an album. We don't even need to rent a studio. We can record outside. Every song we do in a different location. Under the bridge. Chinatown. Rowing boats in Central Park. Whatever happens, we record it. If we get arrested. Keep rolling. Hey, you, come back here. If I could somehow do anything that would undo what I did to us, just tell me what it is. I think everything's changed. Guy like that falls on his lip for a couple of years. People lose sight of who he is. إن أردتم سماع كيرا تغني سارعوا إلى مشاهدتها في Begin Again في السينما قريبا. Absolutely, that's when the magic happens. المزيد من الأخبار والتقارير ولكن بعد الفاصل. Can't really complain about it. If you start thinking negatively about it, then you go crazy.
freeze, refresh, restart. Refresh, restart. جبت لكم تذاكر يا اولاد اللعيبة. Oh my god! أنا مش مصدقة! كنت هحضر حاجة أقولها. أنا عايز أشكر بس بابا وبابا وجده. ميرسي يا رب بجد. عمر خد لك سنيكرز. ليه؟ عشان أنت بتقلبها دراما وأنت جعان. أحسن؟ أنت مش أنت وأنت جعان. جعان للكورة؟ ابعت الكود الموجود على الغلاف في SMS للأرقام التالية. وممكن تكسب جوائز كبرى مع سنيكرز. سنيكرز ما توقفش. شولي سحر المغامرة. برافو. حلم الانتصار. هيموت عشان اركبه. تشيبسي وليز تأتيكم باحتفالات ضخمة تتسع للجميع. Give me five. روتانا خليجية تشجع نكهة الزيتون الأسود الأسباني. شيبسي بالزيتون الأسود الأسباني الآن بدون بذر. أنت من تشجع؟ فركش! اليوم جدوري اعترف لكم بشيء مهم. شعري كان جاف وبدون حيويه الين جا اليوم اللي اكتشفت فيه ابتكار مصمم مخصوص للمراه العربيه. جديد الفيف بديل الزيت المغذي من لوريال باريس. زيت الارغان مع الاوليو كرياتين ممزوجين ويا كريم يغذي الشعر من العمق. شعري ناعم مثل الحرير، لمعانة ما له مثيل، وعطرة ولا أروع. جديد الفيف بديل الزيت المغذي من لوريال باريس، بديل الزيت الأغنى لشعر ولا أجمل، لأن احنا نستحقه. سوبر مام الفقرة المفضلة للأمهات أو حتى المقبلات على الأمومة، واليوم رح نحكي بفقرة سوبر مام عن طريقتك بالتعريف عن نفسك ضمن فقرات برنامج سيدتي. موضوعنا لليوم هو كيف بتحسني مزاجك حتى تستمتعي بعطلتك. برعاية وان تاتش كل خطوة رح تكون لمسة شفاء، ومع هاللمسة الحياة بتصير أحلى حتى تستفيدي من كل لحظة من لحظات حياتك. فيكم تراسلونا عبر البريد الإلكتروني اللي عم بيظهر قدامكم على الشاشة. كل جمعة الساعة 5 مساء على خليجية. السيرة والمسيرة حلقة خاصة عن صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء. الجمعة 8 مساء على خليجية. السعودية أهلا بك في عالمك. ما الذي يخاف منه الوزير ويريد أن يخفيه عنه؟ أناشد خادم الحرمين الشريفين ملك الإنسان. ما الذي حدث بالضبط؟ لا أريد أن أجرمك ولا أريد أن أخطئك. بعدك الفرصة كاملة. قل لي بالضبط ما الذي حدث؟ من قلبه محترق. في غضب كبير حتى تقريبا يمكن شوية يزعلكم. حسبي الله ونعم الوكيل. ما ندافع عن شيء، إنما ندافع عن الوطن. حق الرد مفتوح لأي جهة غابت، ولكن نحن في أهل مكملين في هذه القضية إلى أن نجد في نهاية النفق ضوء. يا هلا من السبت إلى الخميس الساعة 8 مساء على خليجية. مرهم بنتين الحمية المزدوجة بيعتني بجلد طفلك بلطف. فنانة مرة مع أرس الوليمة. بيبي جوي ساعد الضوم طول اليوم.
استمتعوا بهذه اللحظة مع البقرة الضاحكة. ستائر مرصعة بكريستال شوارفسكي من سيدار. قصيدة تنكتب بزيت فرامل. يا ليت عندي سكسيدور واشتري لي بقرة. واشتري لي بقرة. مع الرقابة واجهها فيلم الدساس، التفاصيل في التقرير التالي. الدساس كان قد واجه أزمة كبيرة مع الرقابة على المصنفات الفنية في إبريل الماضي لاتهامه باحتوائه على إسقاطات سياسية تهاجم جماعة الإخوان وحركة 6 إبريل، مما تسبب في تأخير موعد عرضه. حسن دساس، الموضوع الصور غريبة دي في بيتكم. مشكلة الرقابة مع فيلم الدساس هو إن في حد في الرقابة ليه ميول إخوانية أو متعاطف مع الإخوان، وإحنا عندنا إسقاط من بعيد جدا عن الإخوان، فهي لما حست بهذا الإسقاط بدأت تعمل عراقيل في اتجاه الفيلم عشان ما ياخدش الموافقة، بس احنا ربنا كرمنا وخدناها يعني. الدساس اسم شخصية محورية في الفيلم، وهو على اسم تعبان مصري. الدساس صاحب البيت اللي بتدور فيه الأحداث. أنا مش عايز أحرق أكتر من كده، بس هو يعني سبب المشاكل اللي بتحصل في الفيلم كله. فيلم رعب كوميدي في إسقاط سياسي. قصة شبابية لطيفة جدا، بيقدم كوميديا الرعب بشكل جديد إن شاء الله بإذن الله. ما اتعملتش قبل كده، هو ان احنا من فتره كبيره، لان قبل كده احنا عندنا تجارب لاسماعيل ياسين في هذا المجال، وقدمها ببراعه جدا. اتمنى ان يحالفنا الحظ من ساعه اخر حاجه اتعملت قدمها الفنان اسماعيل ياسين، ما قدمناش حاجه تانية بالشكل دوت. الموضوع ده بالذات الشباب دوت كانوا عامل اساسي في الفيلم. الفيلم بتاعنا كلنا، مش بتاعنا لوحدي، هم عاملين فيه ادوار اعتقد ان هم ادوا المطلوب منهم واكتر. قال لي ان هم مش وجوه شابه، ليهم اعمال قبل كده كتير. الوجوه الشابه الجديده او اللي هو اول مره نقدمها اسم او اسمين بالكتير. الفيلم اولا هو انا اشفقت على المخرج، لانه قلت له انت مختار جانرا لون جديد خالص ما تنفذش في السينما المصريه قبل كده، اللي هو الرعب الكوميدي. يعني كان في تجارب رعب كوميدي طبعا موجود، بس ده رعب كوميدي وحطه في اطار سياسي، فهو بيتحدى نفسه بيتحدى موضوع. لكن ربنا يكرمه يا رب ووفقه. أنا شفت الفيلم وصلتني الفكرة اللي فيه، تمام، بتتابع الفيلم من هذا الإطار من غير ما تقول بقى البطل مين ومين قديم ومين جديد، تمام. لكن في الآخر الجمهور هو اللي هيحكم. يعني أنا لو قلت لك أنه عجبني جدا هتقولي طب ما فلان ما عجبوش، ما أي فيلم كده صح؟ لكن هي الفيلم رعب كوميدي في اطار سياسي. جاي بارك لهم، جاي يعني حقيقي مبسوطه قوي بالحركه اللي هم عملوها كشباب. عندي امل فيهم، واتمنى يا رب ان شاء الله باذن الله كل النجاح للفيلم باذن الله. يلا يا عم الله يسترك، نشوف البافيه كلها تهيؤات من الحبوب الزفت اللي بيديها لي الواد الرايح ده. واخده واضح يا حقيقة. في مجموعه من اصدقاء يعني من زملاء الكفاح، يعني محمد ثروت ومحمد نشأت واحمد فتحي من مركز الإبداع الفني، يعني من المكان اللي بدأت فيه وبفتخر اني موجود فيه، كنت فيه موجود فيه وتخرجت منه. وهاني حمدي المخرج صديق يعني، وجاي اشوف التجربة، لان احنا محتاجين نشوف تجارب شابة كلها قايمة على انتاج مستقل، مش كيانات كبيرة بتنتج، انما شباب قدروا يجيبوا تمويل بشكل ما بتكلفة معقولة، بيعملوا فيلم مختلف فيه كوميديا مختلفة. إن شاء الله إن شاء الله موفقين يعني، وجاي أشوف التجربة عشان إن شاء الله يا رب إن شاء الله يعني تكون دافع لنا كلنا نعمل أعمال بنفس الكيفية، بس تكون إن شاء الله بتكلفة مناسبة ومواضيع جديدة مهمة الناس نفسها تشوفها يعني. فاضل ساعة والنهار يطلع والمنيل على عينه يطلع. جاي أبارك لأجمد شباب وطني هاني حمدي ومحمد نشأت، شباب بجد وطني وقف قدام مؤامرة ضد مصر، عمل فيديوهات كتيرة جدا عشان يحارب المؤامرة دي، فأول فيلم ليهم لازم كلنا ندعمهم. بيحكوا عن قصة حسن الدساس، مش عايز أحرق الفيلم. وعملت لهم أغنية اسمها كابوس. مستعدين
قدرت مجموعة شباب إنها مش بس تألف وتخرج وتمثل، لأ وتنتج، ودي تجربة هي طبعا مش جديدة بالنسبة لمصر، أن قبل كده كان في جماعة السينما الجديدة لو نذكر في السبعينيات كانت خيري بشارة وشريف عرفة، وكانت مجموعة وعملت على ما أذكر هو فيلم العوامة غالب شعث، أيضا فيلم العوامة 70. فإحنا متعودين لما بتبقى في أزمة سينما الشباب بيفكر ويدور على أشكال جديدة، ودي طبيعة الشاب المصري على فكرة من غير أي معونة من دولة من أي حاجة. لكن أعتقد إن شاء الله في الدولة القادمة اللي هي إن شاء الله قريب هتحصل، أو النظام الجديد القائم حاطط في اعتباره مسألة إنه الدولة لازم تدعم الشباب. الشباب أصلا بيقدر يعمل ده لوحده من غير أي دعم أهو، لكن فبالك بقى لما الدولة تحتضنه وتدعمه. يعني احنا مش بنقول الدولة تنتج، لا، الدولة تدعم التجارب الجديدة الجيدة التي تستحق الدعم. Have a nice time. فاصل الأخير وبنتابع حلقتنا من عربون. عشان كده أنا بدأت كلامي بعفوا، يعني لو أنت مش هتحترم الصحافة العربية أو وسائل الإعلام العربية. ومن بعد الفاصل بنتواصل وأرحب فيكم في القسم الأخير، ومثل كل خميس لنا جولة على أبرز الأخبار الفنية اللي أثارت الجدل في الأيام الأخيرة. ويسعدني أن أرحب اليوم في مسؤولة القسم الفني في مجلة سيدتي في مكتب دبي الصحفية صباح جميل مساء تورد. مسائك فل. يا أهلا وسهلا فيك. وطبعا بننطلق بداية من منتدى الإعلام العربي والجلسة الأخيرة اللي يعني انختمت فيها المنتدى بعنوان مؤهلات وجه جميل، شنو رأيك فيها؟ والله هي الجلسة كعنوان كويسة وموضوع يشد الانتباه وموضوع ينحكى فيه، بس للأسف الجلسة يعني افتقدت نقاط كتير في الموضوع ده، لأن يعني ركزت بس على نقطة واحدة بس، هو في نقاط كتير تانية افتقدتها الجلسة كان المفروض ينحكى فيها أو تتحط في عين الاعتبار إن يبقى في نقاش. خلينا قبل أن نتكلم عن المضمون اللي شفتيه بس وصلتي وسجلتي حضورك في المنتدى، خلينا نتكلم عن العنوان بداية، ايش رأيك بالعنوان؟ ما أنا هو ده يعني مظبوط، ما أنا بقول لك هو العنوان جميل بس ركزوا على النقطة دي بس، لأنه للأسف يعني وده يعني بيلاحظوا كتير من المتابعين للبرامج، إن مش بس المؤهلات الجميلات أو الجميلات بس اللي موجودين على الشاشة، لا، في غير جميلات وفي غير مؤهلات وفي غير حتى حاصلات على شهادات جامعية وموجودين على الشاشة، لأن في دور هنا بيلعب اللي هو دور الواسطة والعلاقات الشخصية. فدي كانت نقطة مهمة جدا طبعا بس في العالم العربي أكيد، بس فطبعا ده بيلعب، يعني دي كانت نقطة مهمة ان احنا كمان نناقشها في الجلسة، بس للأسف محدش تناقش فيها او تجاهلوها، بس ركزوا على المذيعة الجميلة اللي هي بتطلع على الشاشة المؤهلة ان هي تكون هي المذيعة للبرنامج. راح نتكلم اكيد في مضمون مثل ما قلت لك المنتدى، وايضا عن البنات المدعوات على الجلسه، لكن خلينا نتكلم عن المغردين اللي انتقدوا بشده الجلسه واعترضوا كثيرا على اداره الاعلام نيشان اللي وجهت تحيه على الجلسه، وانت منهم بعد، كنت من المعترضين. مزبوط. صراحه لانه الجلسه يعني دارها نيشان بطريقه غير صحيحه، اولا لانه ما اداش اي فرصه لاعلاميين واعلاميات وحتى ضيوف لطرح اسئلتهم، فكان بيختار ناس بالاسماء اللي هو يعرفهم، فيعني بصراحه شكيت للحظه ان الموضوع ده متفق عليه او مرتب، لانه كان كتير متحيز لبعض الاسماء، اتفضل فلان اتفضل فلان اتفضل فلان، ففي قامت يعني مثل ثوره في الجلسه، وليه انت بتنتقي اسماء ولازم تختار اسماء تانية، واحنا عايزين من حقنا نطرح اسئله، وللاسف ان اللي اختارهم مجموعه كبيره منهم يعني ما طرحوش اسئله نستفيد منها. هل باعتقادك ان نيشان عمل هذه الطريقه علشان يعمل موازنه؟ يمكن انا اللي حسب علمي ان الاعلاميه وفاء الكلامي بعد من الناس اللي تكلموا، زفين ايضا البنات اللي شاركوا في اللقاء مع نيشان،
هل باعتقادك انه هو قاعد يعمل موازنه؟ لا، هي حتى يعني الاعلاميه وفاء الكيلاني يعني عشان انت مثل العذر مثلا. لا يعني وفاء الكيلاني اصلا ما طلبتش ان هي تتكلم، يعني هو قال انا حابب ان هي اللي تبدا على الرغم ان هي ما طلبتش تتكلم. يمكن يدعم جلستها باسامي معينه ممكن مثل الاعلاميه وفاء الكيلاني، ممكن يبقى في اول الجلسه اوكي، بس ما يبقاش يعني 95% من طرح الاسئله من ناس هو يعرفها. كان لازم يكون في مساحه لناس تانية تسال اسئله محتاجه اجابات عليها. كنت من الناس اللي ودهم يطرحون سؤال؟ اكيد. شنو كان السؤال اللي في بالك؟ صراحة كان نفسي أسأل سؤالين. السؤال الأول اللي هو زي ما قلت النقطة المفتقدة، إن هي العلاقات الشخصية والواسطة بتلعب دور كبير، على الرغم إن في مذيعات كتير جدا حتى مش حاصلات على شهادات جامعية أو مؤهلة إن هي تبقى مذيعة، بس الواسطة والعلاقات الشخصية بتلعب دور كبير في الموضوع ده. السؤال الثاني كان نفسي، لأنه نيشان لما سأل أمل العوضي سؤال وقال لها إيه مؤهلات المذيعة الناجحة، قالت له الكاريزما والطلة، وقالت له كل حاجة فيما عدا الثقافة والفكر، ونسبتهم للمعد، إنه قالت لازم تشتغل مع معد عنده ثقافة وفكر. يعني مع احترامي لكل معدين البرامج، مش لازم الإعلامي أو الإعلامية يعتمد على ثقافة المعد فقط، لأنه يعني لازم المذيعة كمان تثقف نفسها، لأن وزي ما أنت عارفة في كتير خاصة البرامج اللي على الهواء تطلع بيكون الحوار كتير ناقص، بيكون ضعيف. يعني أحيانا بيكون إجابة الضيف محتاج سؤال، بس عشان المذيعة ماشية على أسئلة المعد أو هي غير ملمة بمعلومات عن الضيف وما عندهاش خلفية، فبتضطر إن هي تمشي على أسئلة المعد. فهذا الكلام اللي قالته أمل صراحة ضدها، مش معها. وأيضا قلتي لي إن طلبته كحضور من نيشان أن يدير دفة الحوار معهم باللغة العربية، وشنو لا هو مش نيشان اللي طلب، هي يعني في الزميلات إحدى الزميلات طلبت أن تدار الجلسة باللغة العربية الفصحى حتى نتأكد من مهاراتهم. هي زميلة من تونس طبعاً. من تونس مزبوط، هي إعلامية من تونس، فصراحة يعني كان شيء مخجل. هل لما سألت السؤال كانت متوقعة أن هم يتكلمون في اللغة العربية أو اللغة العربية الفصحى، أو سألت بس علشان تحط يعني على عينهم أن وجه جميل ينقص الكلام أو الحديث باللغة العربية اللي هو يعني الرجحة للثقافة بالآخر؟ أصلاً أقول لك على حاجة نورة، أنه كل اللي هل تلاعبت بنوعية السؤال؟ صراحة أنا ما أعرفش كان هدفها إيه بالموضوع، بس أنا عايزة أقولك إن كل المذيعات أو الضيفات اللي كانوا موجودين قدموا برامج ترفيهية، هي مش محتاجة لغة عربية فصحى، يعني هم ما قدموش سياسة، غير يعني فيما عدا هبة الأباصيري شوية قدمت، لكن الكل ما حدش فيهم قدم شيء سياسي، شيء اقتصادي، شيء يحتاج للغة عربية فصحى، هي برامج انترتينمنت، فمش محتاجة لغة عربية فصحى. عشان يكون عشان تحطهم في وضع الاختبار نتكلم باللغه العربيه في عربود. راح انتقل معاك لاغنيه الموسم لحسين الجسمي بشرة خير، لحقتي تحفظيها؟ يعني شويه منها مش قوي. اغنيه جميله يعني ما شاء الله، حققت نجاح منقطع نظير صح. ولكن هاني شاكر كان عنده اعتراض، فشنو رايك في الموضوع؟ والله شوفي انا مع احترامي كانت بعد انت من مصر. من اهل مصر طبعا، مع احترامي الشديد للفنان الكبير هاني شاكر طبعا انا ضد اعتراضه. اولا هو قال ان الظروف في مصر دلوقتي لا تسمح بان الكليب يكون بالشكل ده او الناس ترقص. تاني شيء قال ان احنا ظهرنا وكاننا يعني شعب راقص وكباريه كبير، وان كان من المفترض على المخرج ان هو يظهر المعالم السياحيه لمصر والاثار والكلام ده كله. انا ضد الثلاث نقاط دول. اولا لانه لا بالعكس، الشعب محتاج فرحه، محتاج يضحك، وان الشعب بيرقص علشان رايح ينتخب رئيس وعنده امل طبعا، فاكيد لازم يكون جواه فرحه، جواه بهجه، جواه اتليست امل ان هيكون مصر بالمستقبل غير. ثالث نقطة اللي معترض عليها في رأيي هاني شاكر طبعا مع احترامي الشديد ليه كمان، ان هو كان بيقول لازم يظهر معالم مصر السياحية والآثار. لا، هو يعني حسين الجسمي ما بيعملش أغنية لجذب السياحة أو لجذب السياح لمصر، هو بيعمل أغنية عشان يخلي الشعب يروح ينتخب. ف
فمش المفترض ان هو، لان كل العالم عارفين ان مصر فيها اماكن سياحيه حلوه وفيها اثار وفيها الكلام ده كله، وان الكليب بالمنظر ده ينفع لكليب يهدف الى جذب السياحه او خصوصا لحن الاغنيه يعني يتطلب السرعه يعني. السرعه في المشاهد واللقطات. وايضا هو بنفسه هاني شاكر عمل اغنيه وطنيه مصريه لم تاخذ ضجه. مظبوط مظبوط. وبعدين عايزه اقول لك انه الكليب كمان ظهر فيه كل الفئات العمريه. هذا طبعا نتكلم عن حسين الجسمي. بنتكلم دلوقتي على حسين الجسمي، ان الكليب بتاعه يعني المخرج ظهر كل الفئات العمريه، ظهر كل كمان الطبقات، الطبقه الوسطى والطبقه، الفقير والغني والغلبان، يعني ظهر مصر كلها من اول الفقير لحد الغني الموظف يعني برضه طبعا كل فئات الشعب المصري. مزبوط. وبصراحه حتى يعني ككلمه كلحن يعني حلوه وتثلج النفس. انا بعد يعني شايفه ان الاغنيه قاعد تاخذ مجرى الشكل الموسمي، يعني شايفه الفنانين الحين اتجهوا بسرعه البرق على قولتهم للحن او الاغنيه المصريه يعني. مظبوط. لان كان يعني قبل فتره المغربيه، قبلها العراقيه، الحين صار يعني قبلها بعد اللبنانيه، الحين صار الاغنيه المصريه. بصي هي زي ما انت قلتي من شويه هي موضه طبعا، يعني بس فنان اولا لمصر، لان مصر في ظروف دلوقتي ان كل الفنانين، يعني في فنانين كتير جدا بيحبوا مصر زي حسين الجسمي عشان كده قدم لها اغنيه، زي عاصي الحلاني صراحه يعني في كل مؤتمر او في كل مقابله ليه كتير بيتمنى الامن والسلام لمصر وشعب مصر، ففي كتير من الفنانين اللي بيحبوا فعلا مصر من قلبهم حابين يقدموا هديه لمصر نظرا للظروف اللي بتمر اللي مرت بيها واللي بتمر بيها في الفتره الحاليه. اما بالنسبه لموضوع الاغنيه العراقيه والمغربيه، هي الموضوع بيجي ان فنان مثلا بيقول انا عايز اعمل اغنيه عراقيه، وهي كانت الموضه الفتره اللي فاتت، عايز اعمل اغنيه عراقيه، بيلاقوا بعض الفنانين التانيين الاغنيه دي ضربت مع الفنان ده وحققت نجاح، فليه بقى يعني احنا كمان يعني الاغنيه العراقيه مطلوبه؟ مع العلم ان احيانا يعني فنان تمشي معاه او تنجح، فنان اخر ما تليق له يعني ما تلبق له، فمن بينهم الفنان عاصي الحلاني يعني اخذ نقد كبير ولاذة على اغنيته المغربيه. مظبوط. هي المشكله في انتقاء المفردات الكلمات، يعني مش غلط ان الفنان ينوع او يقدم شيء مختلف، مش غلط ابدا، بالعكس كل يعني الاختلافات مطلوبه في اي فنان سواء كان مطرب او ممثل، فالتنوع والتغيير مش غلط، بس الغلط هو اختيار مفردات الكلمات او للاتجاه. يعني انا لما سالت عاصي في حوار مع سيدتي من قبل، طب ليه انت ما اخترتش شاعر مغربي عشان ما تقعش في فخ الانتقاد؟ قال لي الشاعر اللي كتب لي الاغنيه هو كويتي بس عايش في المغرب وكتب اغاني لفنانين قبل كده مغربي، فما كانش يعني 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 انا ما اعرفش يعني. لما سالت كمان معنى الكلمه دي ايه اللي هي انتقدوها ألساطة، مظبوط، قالوا ان هي معناها الفتاه الجميله او المراه الجميله، فيعني ما انا ما اعرفش ما صار بالضبط مع الفنانه مريم فارس في اغنيه تلاح، اخذت انتقاد وشنو معناها تلاح وصارت تطلع فيه. مظبوط. اللي قالوا برضو عن معناها ان هي معناها كلمه سوقيه اللي يحل عني. اعتقد كان بوقتها صوفيا، صوفيا كانت صوفيا المريخ اظن اسمها، اللي كانت احد طالبات ستار اكاديمي، كانت طلعت وتكلمت واعترضت ان ليش اختارت هذه الكلمه مريم فارس. ابي اتكلم عن موضوع اخر ولكن بظل بعد مع مصر، وراح اروح على احلام واللي تداولتها المواقع الالكترونيه ومواقع التواصل على صورتها مع كوكب الشرق ام كلثوم. شوف الصوره قولي لي رايك. لكل زمان كوكب. صراحه يعني مع احترامي للفنانه الكبيره احلام، هي اخطات في التعبير واخطات، هي مش غلط ان هي تحط الصوره، بس غلط ان هي تكتب لكل زمان كوكب، لان ام كلثوم مش هتنتهي، مش كوكب وهينتهي، هي موجوده وما زالت موجوده وهتفضل موجوده، فمش هي يعني مش ام كلثوم اللي يعني في زمن معين هتختفي او هتنتهي، لا هي اساءت او خانها التعبير، يعني خلينا ناخد الجانب الايجابي بلاش الجانب السلبي، خانها التعبير في ان لكل زمن كوكب. لا الكلام ده يعني انت لازم تتحملين انتقادك لاحلام، لان كثير ينتقدون احلام يا يطلعون على ظهرها مثل ما احنا نقول، او ان كشهره، او انه يقولون عنه انه غيراني. طيب انت قصدك اللي انا اتحمل اي انتقاد
لا بس انت قصدك هل من الفنانين ولا من الاعلاميين؟ طبعا اكيد من الفنانين والاعلاميين. بس هو سيء من الفنانين مختلف ومن الاعلاميين مختلف. الاعلاميين هو لا ما فيش غيره طبعا لاني ما فيش منافسه بين الاعلامي والفنان ابدا. فلا ما فيش غيره. تاني حاجه موضوع الشهره لا في صحفيات كتير جدا وصحفيين واعلاميين مشهورين مش محتاجين يتكلموا على فنان مشهور عشان يعملوا بروباجندا. لا بس احنا دورنا ان احنا نقول الحقيقه وننتقد ونقول الحدث الصح اللي بيحصل ده دورنا. لا هو غيره ولا هو زي ما تفضلتي وقلتي ان احنا يعني بنتكلم على حد مشهور عشان نوصل. لا الكلام ده مش مظبوط. اما بالنسبه بين الفنانات والفنانات فدي الغيره موجوده وما حدش يقدر ينكرها بين كل الفنانات. ومع احترامي ليهم كلهم اي فنانه تطلع بتقول انا ما بغيرش من حد ما بتقولش حاليا يا ريت يقولون حاليا يعني قاعد يقتلون بعضهم صار على يعني بال احنا نقول بالوي يعني بالوش مزبوط. على الانستغرام ان بغيتي حتى على تويتر مواقع التواصل صارت مليانه بمشاكلهم. انا ابي اعرف طبعا انا حسب علمي حسب متابعتي انا شخصيا لاحلام ان احد الفانز جمهور احلام هو اللي سوى لها الصوره وهي حطتها في اكونتها استعرضتها في اكونتها وكتبت ان انا عجبتني الصوره يعني على صورتها مع ام كلثوم لكل زمان كوكب والله اعلم يعني. ابي اعرف منك هل احلام اليوم صارت اكثر معروفه باعمالها بمشاكلها صراحه؟ انا كل اسبوع احنا معانا انا يا كل اسبوع لازم يكون في مشكله يا مع اعلامي يا مع فنان يا مع الفان فنانه تانية. مع احترامي طبعا الكبير ليها هي فنانه كبيره وقديره بس هي مشاكلها اكتر من اعمالها. بنتقل معاك لجاستن تمبرليك والحفله اللي صارت الاسبوع في ابو ظبي. طبعا كغيره من فنانين العالميين منع الصحافه العربيه تلتقي فيه او تصور الحفله يعني حتى يعني مع النجوم بالمهرجانات السينمائيه ايضا يتعاملون مع الصحافه العربيه يعني ان كانت مرئيه او مكتوبه يتعاملوا معها ان ما يصرفون لها اي تصريح. والله هو الموضوع يعني مع احترامي لكل الفنانين الاجانب يعني عفوا ايها الفنانين لو انت ما عندكش احترام لوسائل الاعلام العربيه ما تحيش حفل في بلد عربي ما توافقش من الاساس. احنا يعني اللي حصل في حفل جاستن انا استقبلت بيان صحفي في شهر واحد انه هو جاي وهيعمل حفله فبالتالي كتير من وسائل الاعلام العربيه نشرت الخبر على اساس ان بيروحوا بيحضروا الحفله او اذا كانت اتاحت لهم الفرصه للقاءات معاه او تغطيه الحدث بشكل عام. للاسف فوجئنا كل وسائل الاعلام العربيه فيما عدا جريده واحده لانه الجريده دي تقريبا في عقود اتفاق بينهم على شيء معين سبونسر تقريبا او حاجه كده. فكل وسائل الاعلام محدش جاله اي دعوه. طب ليه يا جماعه؟ يعني انا عرفت من مصادر الخاصه صراحه يعني مش هم اكيد اللي قالوا لي مصادر تانية خاصه قالوا لي لانه بيخشى انتقاد وسائل الاعلام العربيه مش عايز حد يكتب عنه حاجه هو مش عارفها او هو مش هيفهمها لذلك منع وجود وسائل الاعلام العربيه في الحفل بتاعه. الموقف ده بيذكرني كمان ب ب ب, ب كان في مهرجان كلامك إلا بالخير يعني انت تقولين ان المصدر اللي عرفتي منه ان التقصير من الفنان مو من الشركه من اداره لا مش اللي من الشركه من اداره اعمال الفنان هو اللي رافض. عشان كده انا بدات كلامي بعفوا يعني لو انت مش هتحترم الصحافه العربيه او وسائل الاعلام العربيه لا. لو قلت لي هالموضوع اذا كنت فيه يعني مظبوط كان مش متذكره اي عام بالظبط من مهرجان دبي السينمائي كان 2010 او 2011 برضو كان جاي توم كروز كضيف اول يوم برضو منعوا وجود وسائل الصحافه العربيه على الريد كاربت يوم الافتتاح ونفس الشيء في المؤتمر الصحفي تاني يوم اللي عملوه عن الفيلم بتاعه برضو منع الصحافه العربيه وجود الصحافه العربيه. ما حد كتب عن الموضوع؟ كلنا كتبنا عن الموضوع اكيد يعني انا صراحه الحالي مع جاستن تمبرليك انا كتبت انتقاد يعني ان هو لو انت بتحيي حفل في بلد عربي يبقى لازم تحترم الصحافه العربيه الموجوده في البلد اللي انت رايح تحيي حفل فيها. يعني تلتقي في جمهورها يعني هو ما يقدرش يعمل كده مع الصحافه الاجنبيه ما يقدرش يمنع الصحافه الاجنبيه فلازم يكون التعامل نفسه مع الصحافه العربيه والصحافه الاجنبيه.
خليني على نفس الموال وانت حتى عن الفنانين العالميين والنجوم العالميين. شفنا خلاف بين بيونسي واختها اللي طبعا طقت او ضربت زوجها، لكن في اليوم الثاني شفناهم عادي رواء قاعدين مع بعض. مزبوط. يعني لو هذا الموضوع اولنا على انه يصير في بلد عربي يعني يا ساتر يا ساتر فعلا على رايك. لا هو انتشر فيديو كانت راكبه بيونسي واختها وجوزها في اسانسير بعد سهره كانوا في نيويورك، وفجاه اخت بيونسي ضربت جورج بيونسي زوجها، وكانت كتير شديده الحده معاه. والملفت للنظر ان بيونسي ما اتدخلتش بالموضوع، وقفت متفرجه. يعني هو المثير بالموضوع ان هي وقفت متفرجه، يعني ما اتدخلتش باي حاجه، بس الحارس اللي كان مع جوزها هو يعني اللي انقذ الموقف، وقف الاسانسير ولاحظوا الناس اللي كانت موجوده ان هم لما طلعوا هي واختها ركبوا سياره وجوزها ركب سياره لوحده. يعني لحد دلوقتي مش مفهوم سبب المشاجره اللي حصلت بالمصعد ده ايه، بس يعني توقعاتي ان هي نتيجه الخمور، يعني ده توقعاتي مش عارفه، لان هم كانوا طالعين من سهره. بعديها باسبوع نشرت بيونسي صور ليها هي والعائله مع اختها ومع جوزها، وخصت اختها وجوزها في صوره مع بعض وهم بيضحكوا، وكتبت ولا كأنك يوم عائلي غداء، يعني اللي هو يا جماعه ما حصلش حاجه. يعني لو احنا خذينا هذا الموضوع وخلينا ابطال هذا الموضوع من عالمنا العربي كان الموضوع وصل للمحاكم. اختصارا يعني. طبعا شنو مواضيعك الجديده لهالاسبوع في سيدتي لو تعطينا رؤوس اقلام عنها على الاقل؟ فاجئتيني. خلاص نخليها حصري؟ نخليها حصري؟ نخليها حصري. خلاص طبعا انا اشكرك، يعني مشكوره كثير على وجودك معي يعني في الاستديو، استانست ان اتناقش معك في مواضيع كثيره كانت قد حصلت هالاسبوع، والله يوفقك ان شاء الله في اخبارك مع سيدتي، منتظرينها وان شاء الله نتكلم عنها الاسبوع المقبل في عربود. شكرا للصحفيه صباح جميل، واتمنى لك كل التوفيق، المسؤوله في القسم الفني في مجله سيدتي. شكرا ليكي نور، وانا كمان بشكرك كثير على الاستضافه الحلوه، وانا كمان استأنست كثير بالحوار معك. الله لا يحرمني منك، وطبعا راح اودع مشاهدينا الكرام في عربود وروتانا خليجيه، نلقاكم باكر على الوعد في نفس الموعد، الى اللقاء.